الشورى تيجي تطلع لي وتقول لي انا لا لا ابدا عمركم ما ناقشت نهائيا الا توطين من الذهب. لا والدكتوره الثانيه اللي تقول والله ندخل البنات التجنيد الاجباري علشان تضبط في بيتها. يعني بسالك بالله العظيم وش الجلسات اللي ناقشتوها في جلساتكم هذه وطالبتوا انه يكون رئيس تنفيذي ولا إيه؟ اعطينا مسميات الوظائف اللي تعتقد انها عليا وترين ان الشورى يجب ان يناقشها في العمل السعودي. الرئيس التنفيذي إيه؟ مدراء الموارد البشرية. على فكرة حتى يعني اليوم أنا قاعدة أقرأ اليوم في واحد من المغردين جيتوا على الخاص تم فصل حوالي أعتقد ما أدري كم عدد من السعوديين في الكول سنتر والرئيس عليهم في الكول سنتر أجنبي. اللي أنتم تزعلون طبعا لما إحنا نقول أجنبي تزعلون هالكلمة تحسون أنها مرة عنصرية للأسف الشديد. فلما أنت تجي حتى في المولات أقول لك شيء وزير العمل ومجلس الشورى يقولوا لك سعودوا أنثوا ما أدري سعودوا المولات الأماكن اللي فيها الأجانب مولات الذهب الاتصالات كل شيء لكن ما عمرنا سمعناهم يقولون سعودوا الجامعات اللي فيها الأستاذات العربيات والأساتذة العربيين الدكاترة وأساتذة الجامعات ما عمرهم. تدرون ليش؟ لأنهم هم أصلا نص أعضاء الشورى في جامعات يشتغلون. يعني فأنت تعتقدين أنهم ما راح يقولوا الجامعات علشان مقر عملهم؟ أيوة. وبقول لك شيء كل اللي